السلام عليكم ورحمة الله، معاكم الدكتور مصطفى السيد. نستكمل النهاردة بإذن الله الجزء الثالث في شرح الانترودكتوري. فأنت دلوقتي نتكلم في بارت 3 vital signs، والفيتال ساينز هي العلامات الحيوية المهمة في أي عيان. أي عيان أول ما يجيلك في الاستقبال أنت بتعمل إيه؟ بتدور على النبض اللي هو البلس، وبتدور على الضغط، وبتقيس الضغط، وبتقيس عدد مرات التنفس، وبتقيس الحرارة، وبتشوف درجة الوعي. ودي أهم حاجة لتقييم أي مريض جاي لك في الاستقبال كطبيب. أول حاجة نتكلم في البلس. البلس ده اللي هو النبض، قال لك في نوعين من النبض. أول حاجة اللي هو الإيبيكال بلس، وده جاي من كلمة الإيبكس، والإيبكس أوف ذا هارت زي ما احنا جايبين ده شكل الهارت. عايزين بس نتكلم في حاجتين مهمة. أول حاجة الجزء العلوي اللي فوق ده اللي بيطلع منه الشرايين والاورده بتاعه القلب، ده اسمه بيز اوف ذا هارت، بيز اوف ذا هارت. والجزء المدبب اللي تحت ده اسمه ايبكس اوف ذا هارت. طيب يبقى معنى ايبيكال بلس يعني بتحس النبض اللي طالع من الايبكس اوف ذا هارت، وده بيبقى موجود اناتوميكالي فين؟ بيبقى في الناحيه الشمال طبعا بتاع المريض تحت النبل، او في تاخد على امتداد الميد كلافيكولار لاين. فين الميد كلافيكولار لاين؟ ادي الكلافيكل يعني الترقوه، العظمه دي انت بتحسها، وبتاخد خط تخيلي عمودي بيقطعها وينزل لتحت في منتصف الترقوه، اهو في المنتصف نزل فراح قاطع النبل ونزل في الضلع الخامس، او في الانتركوستال سبيس الخامس اللي هو الفراغ اللي تحت الضلع الخامس. طيب يبقى معنى كده ان الايبكس موجوده في الليفت فيفث يعني خمسة انتركوستال سبيس على امتداد الليفت ميد كلافيكولار لاين، وهو ده اللي بتحط ايدك المريض الدكتور هو حاطط ايده على الايبكس عشان يحس النبض الايبكس. طيب في حاجة بقى اسمها بريفرال بلس، وده النبض الطرفي اللي في الاطراف، وده اي حاجة غير الهارت، يعني ممكن يبقى في الرقبة تحس الكاروتيد، او اشهر حاجه انك في ايد العيان تمسك عشان تحس الراديال بلس. وزي ما انت عارف او اكيد منطقي ان البريفرال بلس هو مرايه للايبيكال بلس، يعني مصدر النبضات اللي في الجسم كلها تطلع من الايبكس، هتطلع من الايبكس وبعد كده تنتقل فتسمع حضرتك تسمعها بتسمع في البريفرال، بتسمع في الاجزاء في الاجزاء الطرفيه يعني في الدراع او في الرقبه او حتى في الرجل. فمعنى كده يجي كلمه انا اعملها لك بقى بالاحمر هنا، لان الاحمر ده انا بعلم لك على حاجات الام اس كيو الدكتور ممكن يفكر فيها عشان حضرتك وانت بتسمعني وانت بتركز معايا تعرف ان الحته دي ركز عليها، دي حته ام اس كيو اللي هو البلس ديفيسيت بيحبوها جدا. طيب معنى احنا قلنا ان في حاجة اسمها ايبيكال بلس، انك تعد ضربات القلب عن طريق تحس الايبكس، وفي حاجة اسمها بريفرال بلس. لو قلت لك ان في ضربات بتفقد في الطريق، الطريق اللي هو ايه؟ مش احنا قلنا ان الايبكس هنا وهو مصدر كل الضربات اللي في القلب اللي في الجسم، فهو هيطلع النبضات، النبضات هتسافر عشان توصل للاطراف الطرفيه، فبعض من النبضات ما بتوصلش للاطراف للاطراف. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الطبيعي ان في ضربات بتفقد في الطريق، فمعنى كده برضو ان ضربات الايبكس اعلى بشويه صغيرين من عدد ضربات الاطراف، من عدد البريفرال. طيب ده بقى اسمه بلس ديفيسيت. معنى البلس ديفيسيت يعني الديفرنس في الهارت ريت ما بين السنترال الابيكال بلس اند بريفرال بلس. طب والطبيعي اند از يوجوالي زيرو، لا هو هنا الكتاب كاتبها زيرو وانا كاتب لك زي الكتاب، يعني هو بيقول ما فيش فرق بين الابيكس والبريفرال، بس الحقيقي بقى واللي مكتوب في الكتب الكبيره يقول لك ان في فرق اقل من 10. طيب نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها لو الفرق اكتر منين 10، زي اللي هو الذبذبه اذينيه وعدم انتظام ضربات القلب، بتشخص بعض الامراض زي ما هنتكلم. طيب ما تيجي نشوف الفيديو العظيم ده عشان يبين لك انت ازاي، لان ممكن يسالك في الاوسكي، الاوسكي اللي هو الامتحان العملي البسيط
اعمل لي البلس فوليوم. فهذا الفيديو هو فيديو عظيم عشان يبين لك ازاي بيعمل فالس فوليوم. احنا هنعدي سكيب سكيب الدكتور طبعا اهو ده الدكتور، وادي الممرضة الاسيستنت معاه بيرفع السرير، يعني ارفع السرير يعني 45 درجة. بيعد بقى يا جماعة، بص بقى بيعد عشان يوصل. طبعا احنا انا قلت لك تحت النبل، حط ايدك تحت النبل وخلاص هتحس البلس، انما هو بقى بيعمل زي الكتاب، بيعد الضلع التاني التالت الرابع الخامس، وبعد كده يمشي تحت النبل او على امتداد الميد كلافيكرا لاين، يقول لك اه دي الايبكس لقيتها، انا شاطر والايد الايبكس. ماشي دي الايبكس، شوف هيعمل ايه. طيب بيمسح السماعة او بيدفيها زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت لازم تدفي السماعة. هيحط على الايبكس عشان يسمع، وطبعا ممكن يحط ايده ويحس النبض على فكرة، بس ممكن بسماعة يسمع النبض. هو بيعد على فكرة، بيعد النبض اللي هو سامعه، بس خلي بالك الممرضة المس الممرضة معاه ماسكة الجزء البريفرال في نفس التوقيت، وماسكة ساعة، وهما الاتنين هيبدأوا يعدوا في نفس الدقيقة. أول ما هما الاتنين هيبدأوا يعدوا مع بعض بالظبط، ده بيعد على الايبكس ودي بتعد على الراديال. اهو اهو يلا ابدأ العد معايا، بعده دقيقة. بعد ما خلص الدقيقة هيعد هو عد كام، اهو هيعد هو نفسه ماسك ورقة اهو. قال لك ايه؟ بص يا عمي انا كدكتور حسيت على الايبكس او سمعت على الايبكس 117 والمس سمعت 112، يبقى الفرق 5. ده طبيعي؟ اه طبيعي. ليه؟ لان قايل لك الطبيعي ان الفرق ما يعديش ال10. ده طبيعي، ده راجل طبيعي خالص، على عكس الكتاب قال لك ان بيبقى زيرو. لا هو الطبيعي انه ما يعديش ال10. فانا برضو بحاول يعني التزم بالكتاب واقول لك برضو النقاط الصح اللي ممكن تتسأل فيها على فكرة من دكاترة عارفين هذا الكلام. طيب بعد كده نتكلم على الفاكتورز افكت البلس، الحاجات اللي ممكن تأثر على البلس. فاكتورز افكت يعني حاجات بتزود الهارت ريت او حاجات بتقل الهارت ريت. قال لك الايج، يعني قال لك الادلت الادلت اللي هو انا وانت، يعني حد كبير، بيبقى الهارت ريت بتاعه الطبيعي من 60 ل 100، انما في الاطفال بيبقى الهارت ريت بيبقى عالي قوي عن الراجل الادلت. يعني الاطفال بيبقى الطبيعي بتاعهم ان الهارت ريت بيبقى عالي، اللي هو من كام؟ بيبقى من 100 ل 160 الانفانتس. طيب الاطفال، وده ليه سبب، ان الجهاز العصبي فيه عصب اسمه البارا سمباثيك. احنا هنتكلم في الاوتونوميك نيرفس سيستم واكيد سمعت عنه، ان البارا سمباثيك بيقلل الهارت ريت. البارا سمباثيك في الاطفال ما بيكونش اتكون كويس، يعني لسه بيتكون مع العمر، يعني زي ما نقول كده بيجمد البارا سمباثيك، فبيبقى ضعيف في الاطفال. فبيبقى وطبعا وظيفه البارا سمباثيك انه يقلل الهارت ريت، فهو بيبقى ضعيف وما تكونش كويس في الاطفال، فيحصل النتيجه ان الهارت ريت يزيد فين؟ في الاطفال. فتلاقي الهارت ريت من 100 ل 160، وده الطبيعي بتاع الاطفال خلي بالك. بعد كده السكس بتفرق من ميل في ميل. قال لك اه ان بعد البيوبرتي بعد البلوغ بيبقى الميل يعني الهارت ريت بتاع الرجاله اقل شويه من الهارت ريت بتاعت الفيميلز، وده برضو لنفس السبب ان زي ما بنقول كده ان الراجل عصبه جامد، ودي كلمه بنتقال باللغه العاميه ولكن لها معنى، معناها ان البارا سمباثيك بتاعك النيرف البارا سمباثيك بتاع الميل بيبقى اقوى من البارا سمباثيك بتاع الفيميل. فمعنى كده ان البارا سمباثيك بيقلل بزياده الهارت ريت بتاع الميل عن الفيميل، فبتلاقي الفيميل الهارت ريت بتاعها اسرع سنه.
طيب بعد كده تالت حاجه بيأثر على الهارت ريت الاوتونوميك، واحنا اتكلمنا في الاوتونوميك، يعني الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السمباثاتيك والباراسمباثاتيك. السمباثاتيك من المعروف ان هو بيرفع الهارت ريت، والباراسمباثاتيك بيقلل الهارت ريت. تمام، في حاجات تانية بقى هي اللي بتحفز السمباثاتيك عشان يزود الهارت ريت، قال لك زي الالم، البين، زي التوتر، الانزايتي، وفي الاكسرسايز يعني الرياضه، والفيفر، السخونيه، والكافيين، انك انت تشرب كافيين كتير او قهوه كتير، الحاجات اللي فيها كافيين. بعد كده حاجه مهمه جدا اسمها البوزيشن تشينجز، وده هتفتح لي موضوع تاني هيجي بعدين. وبوزيشن تشينجز قال لك ان لما حضرتك بتبقى احنا اولا بنقول لاي مريض او اي بني ادم طبيعي، لما تقوم فجاه من على السرير مش تقوم فجاه وتنط من على السرير وتقوم، ما انت هتدوخ. طب ايه سبب الدوخه وسبب زياده الهارت ريت لما بتعمل الحركه دي انك تقوم فجاه؟ انك لما بتقوم فجاه الدم بينزل في رجليك من تحت. طيب لما الدم بينزل فجأة في رجليك من تحت بيقل الدم في الدورة الدموية اللي في الجسم ما عدا الرجلين، يعني الدورة الدموية هي ماسكة كل الجسم، فلما ينزل بولينج يعني ينزل الدم فجأة تحت باتجاه الجاذبية لما انت قمت فجأة في رجليك، فمعنى كده الجسم حس ان كمية الدم اللي واصلة القلب قليلة. طب هو عايز يعوض ده، يعلي الهارت ريت عشان يضخ دم اكتر للجسم، فتلاقي العيان جاله هارت ريت، وده سبب برضه هبوط الضغط اللي بيحصل نتيجة ان الدم بينزل في رجليه لما بيقوم. يبقى انت لما بتقوم فجأة الدم بينزل في رجليك، كمية كبيرة من الدم بتنزل في رجليك، فبيحصل هايبوتنشن، يعني ضغطك بيوطى شوية فبتدوخ. فعشان الجسم يعوض الهايبوتنشن ده يزود ضربات القلب عشان يضخ دم اكتر للجسم، صح؟ ما هو في هايبوتنشن يعني الدم اللي رايح للاطراف مش كويس او مش كافي، فالهارت يعمل ايه؟ يزود عدد ضرباته عشان يقضي عشان يعوض الهايبوتنشن ده. طيب بعد كده في حاجة اسمها ميديكيشنز، الأدوية. ايه الأدوية في السوق اللي ممكن تقلل الهارت ريت او تزود الهارت ريت؟ ايه هما؟ اول حاجة قال لك الدايجوكسين. الدايجوكسين دي المادة الفعالة في الاسم التجاري بقى، الدواء اللي موجود في الصيدلية اسمه باسم لانوكسين. والدايجوكسين ده هو والبيتا بلوكر، يعني الاندرال، اهوت الاندرال ده اسمه بروبرا نولول، يعني تعالى واحده واحده تاني. الدايجوكسين عشان مش هلخبطك، الدايجوكسين ده الاسم العلمي. الشركات لما بتنزل ادويه بتنزلها بالاسم التجاري، فالشركه نزلت حاجه اسمها لانوكسين، وده علبه برطمان كده فيها اقراص، واللانوكسين ده بنديه لمعظم التسارع ضربات القلب بيجي المريض بنديه، لانه بيقلل او بيعمل انهبيشن للباسوي اللي جاي من الاترم للفنتريكل، فبيقلل الهارت ريت. فاللانوكسين من الحاجات اللي بتقلل الهارت ريت، او مش اللانوكسين، الماده بقى الاسم التجاري، انت بتسيل في الدايجوكسين. اللانوكسين ده ليك انت عشان تبقى انت عارف لما حد بياخد لانوكسين، فانت عارف انه تبص في رسم القلب تعرف هو بياخد اللانوكسين ليه. طيب يبقى الدايجوكسين بيقلل الهارت ريت. في حاجات بقى بتعلي الهارت ريت زي المدرات البول اللي هو الدايوريتكس. مدرات البول ديت هي دايوريتكس. وليه بتعلي ضربات القلب؟ بتعلي ضربات القلب لان الدايوريتكس هي مدرات بول، يعني بتخلي الجزء كبير من البلازما بتاعت الدم تفقد، من مية الجسم تفقد، فبيقل حجم السيركوليشن في الجسم. فعشان القلب يعوض تقليل حجم السيركوليشن او الدورة الدموية اللي قلت نتيجة انها خرجت عن طريق البول، فيبدأ يعلي ضربات القلب بتاعه عشان يعوض هذا الكلام. بعد كده في الاتروبين. امبولات الاتروبين هي انا جايبها لك تحت. امبولات الاتروبين دي موجودة في العناية وفي الطوارئ، بنستخدمها في اي حد عنده ضربات قلب قليلة عشان ده بيزود الهارت ريت. طيب في كلمة مش كاتبها باين تقريبا هذا الكتاب، يا رب يكون كاتبها، انا معلمها لك اهي. ودي بتيجي ام اس كيو، اللي هو كلمة بارا سمباس بارا سمباسيتيك،
انهبت الاتروبين، انهبت ظهرت فروم ذا باراسمباثيك. هو ماشي، بس انا عايز اكتب لك كلمة هكتبها لك دلوقتي. الاتروبين بينهبت بيمنع الباراسمباثيك نيرفوس سيستم. فله اسم، له اسم، له اسم مهم جدا، وده بقى اللي بيجي في الام اس كيو. انا علمها لك بالاحمر عشان ده بيجي سيمباسو مايميتكس. طيب يعني ايه سيمباسو مايميتكس؟ يعني ان هو يشبه السمباثيك نيرفوس سيستم، او ليه اسم تاني اهم. هو الاسم ده اللي بيجي في الام اس كيو، البارا سمباثوليتيك. ليه ليتيك؟ يعني ليتيك يعني حتى لما تقول ليتيك يعني بيقضي على او بيحلل. فلما تيجي تقول بارا سمباثوليتيكس يعني بيمنع البارا سمباثيك سيستم. وهو ده فعلا الاتروبين انهبت البلس الامبلسز تو ذا هارت فروم باراسمباثيك، يعني هو بيضاد الباراسمباثيك. فمعنى كده لما يعكس او يضاد الباراسمباثيك فمعنى كده ان هو يعلي الهارت ريت. فالكلمه الاكشن ده اسمه باراسمباثوليتكس. في حاجه بقى اسمها البيتا بلوكر. البيتا بلوكر من ضمنها حاجه، البيتا بلوكر هي حاجات بتقلل الهارت ريت، من ضمنهم المادة فعالة اسمها بروبرانولول. والبروبرانولول ده موجود في الماركت باسم اندرال، ده اشهر نوع، وبتاخد مرتين في اليوم، اسمه اندرال. فعشان لما تبقى تاخد تعرف ان في حد ماشي على اندرال فانت عارف ان ده بروبرانولول، اي بيتا بلوكر، اي بيقلل الهارت ريت. اللي بعد كده سايتس، الاماكن اللي انت هتقيس فيها، اللي هتحط ايدك عشان تحس البالس ريت او تحس فيها الهارت ريت. اول حاجه كاروتد، انك هتحط ايدك في الكاروتد. فانت لما تيجي تحط ايدك على الكاروتد تحس الكاروتد فين؟ الكاروتد ده اللي موجود في الرقبه، ركز في الحته دي. شايف في النص ده، ده الترقيه، القصبه الهوائيه. وفي عضله بقى مائله اسمها ستيرنو ماستويد ماسل، دي مهمه جدا كلاند مارك في الرقبه، بتعلم لك بتبين لك كل الايه الحاجات. طيب الاسترنو ماستويد من اسمها هي بتمسك في الاسترنم وبتمسك في جزء من الكلافكل، يعني في تو هيدز. يعني انت لو بصيت على الاسترنو ماستويد من تحت هتلاقي هيد اهي وهيد اهي، راس وراس. تمام، الراس دي بتمسك في الجزء ده، جزء البروكسيمال بتاع او الجزء الميديال بتاع الكلافيكل، والجزء ده بيمسك في الاسترنم، فعشان كده اسمها ستيرنو. ماشي، وبعد كده تمسك فوق في الماستويد بروسيس اللي ورا الودن، فعشان كده هي العضله المائله اللي في الرقبه دي اسمها ستيرنو ماستويد، ودي مهمه جدا. طيب الارتري بقى اللي هو الكومن كاروتيد ارتري هتحسه فين؟ وده اهم ارتري بتشخص بيه الوفاه، خلي بالك. يعني تحسه ما بين العضله دي، اهي العضله ما بين العضله، شايف الحته دي، ادي الارتري، هو موجود ما بين العضله وما بين القصبه الهوائيه. فالحته دي بقى حط ايدك عليها وانت بتفحص المريض. بعد كده في حاجه اسمها التمبرال ارتري، ده اسمه حتى الاسم الصحيح ليه السوبرفيشال تمبرال ارتري، لانه تحت السكن على طول، وده هو قدام الودن. بص وانت لو حطيت ايدك دلوقتي هتحسه قدام ودنك، ماشي على طول الجبهه كده قدام الودن. الحته دي اسمها تمبرال يا جماعه، الحته دي السداخ زي ما بنقول اسمها تمبرال. طيب انت دلوقتي التمبرال ارتري او السوبرفيشال تمبرال ارتري بيطلع عمودي كده قدام الودن، وهو ده اسمه سوبرفيشال تمبرال ارتري. لو حطيت ايدك دلوقتي هتحسه بينبض تحت ايدك قدام ودنك بالظبط. طيب في حاجه بقى الايبكس، احنا اتكلمنا الايبكس هتحط ايدك فين، حتى ان هو قال في الادلت في الكبار هتحط في الليفت ميد كلافيكولار لاين اندر 4 او 5 او 6 انتركوستال سبيت. لا احنا يعني هو جاب لك يعني 4 او 5 او 6، لا هو طبعا الصح يعني معظم الكتب تقول لك 5 فقط عشان ما تتلخبطش، 5. طيب وفي وقال لك الايبكس ده احنا احيانا بنضطر نستخدمها في الاطفال، لان انت
الاطفال لما بتحس الهارت ريت بيبقى الهارت ريت في البريفرال ضعيف، فما تعرفش تحسه قوي، فبتحط ايدك تحس البلسيشن من الايه على الايبكس على الهارت نفسه. فقال لك في الاطفال الاقل من 3 سنين بقال احيانا او اوقات كتير نلجأ لموضوع ان احنا نعمل ايبكس، حتى انه انا اعملها لك بالاحمر، لان احيانا تيجي لك ام اس كيو يقول لك مثلا افضل مكان نقيس فيه الهارت ريت في الاطفال الانفانتس في الاطفال ايه بقى، يروح يجيب لك اختيارات ريديال النر ايبيكال فيمورال، فانت بتقول ايه الايبيكال الايبكس. طيب بعد كده في حاجه اسمها البريكيال، البريكيال ارتري. طبعا الحاجات دي اناتوم بس انا بفكرك فيه، شايف انت طبعا الحته دي الكوع من قدام، من الكوع من الالبو بس مش من ورا، من الانتيريور سيرفيس بتاعه اللي هي الفراغ اللي قدام ده، ده اسمه كيوبيتال فصه او انتي كيوبيتال فصه. والانتي كيوبيتال فصه انا جايبها لك هنا اهي، الانتي كيوبيتال فصه، الانتي كيوبيتال فصه زي ما انت شايف فيها كومبوننتس، البايسبس تندون، ادي البايسبس جاي، ادي البايسبس تندون جاي كده اهوت، وادي الارتري جاي. طيب بس انا عايز اعرفك شويه اناتومي لانها فادتنا قبل كده شويه في يعني لو انت سمعت الفيديوهات اللي فاتت كنت بقول في حاجه اسمها النر سايد وريديال سايد، ما تخلينا نشوف الايد دي يعني. تعال تعال، اولا ايه الاناتوميكال بوزيشن بتاع البني ادم عشان تعمله؟ اول حاجه انك تحط ايدك جنبك وتخلي وش ايدك مواجه لقدام، مواجه للانتير، اعملها دلوقتي عشان تفهم خلاص. فهيبقى الصباع الصغير هو جاي ملامس جسمك، صباعك الصغير، صباعك الصغير اهوت، يعني هتلاقي الجسم هنا، جسمك هنا، وادي الصباع الصغير هنا. طيب ويبقى الصباع الكبير لبره يعني لاترال. طيب في عظمتين يبقى هنا ميديال وهنا ايه لاترال، الصباع الكبير لاترال وهنا ميديال لان الجسم جنب. طيب الصباع الصغير بيبقى جاي له عظمه اسمها الالنا، والصباع الكبير اسمه بيجي لك حته اسمها ريديال. طيب فعشان كده لما اجي اقول لك الالنر سايد يعني قصدي الجزء ده خلاص، الالنر سايد يعني الجزء ده، وحتى ماشي فيه الشريان اسمه النر ارتري. طيب ولما اجي اقول لك الريديال سايد يبقى الجزء ده وماشي اللي رايح للصباع الكبير، الجزء اللي ناحيه الصباع الكبير، ويبقى رايح له شريان اسمه الريديال ارتري. طيب انا ماليش دعوه بالقصه دي، انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك الانتي كيوبيتال فصه دي بيبقى موجود في حاجه اسمها البريكيال ارتري اللي هيجي جوه الكيوبيتال فصه ينقسم للالنر ارتري والريديال ارتري، وفي هنا البايسبس. بس في حاجة عايز اقولها لك عشان تسهل وانت بتفحص انا بحكي لك كل ده ليه، عشان لما تيجي تعرف ايه علاقة البايسبس تندون بالبريكيال ارتري، ان البريكيال ارتري بيبقى ميديال للبايسبس تندون، شايف البايسبس اهو والبريكيال ارتري ميديال ليه، يعني تيجي تحس التندون بايديك بتاع البايسبس وبعد كده ميديال ليه يعني الجوه ليه، تشوف هتلاقي بلس بتاع البريكال، عشان وانت بتاخد عينة شريانية بتفرق، بتبقى احسن من التمريض حتى وانت بتاخد العينة الشريانية وانت عايز تتدرب في الطوارئ او الاستقبال، عايز تيجي فاهلا وسهلا تتدرب في الحاجات دي. وده على فكرة احيانا بيجي لك ام اس كيو علاقة البريكال ارتري بالبايسبس، يبقى انا هعلمها لك on the inner aspect of biceps muscle. ماشي، قال لك بعد كده حسيت في البريكيال ممكن نحس في الريديال، والريديال احنا قلنا اهو الريديال اللي ماشي على الناحيه اللاترال اللي رايح للصباع الكبير. ليه ما بتحسش في الالنر؟ لان باين من الحجم ان الريديال ارتري اولا سوبرفيشال اكتر يعني سطحي اكتر فيبقى محسوس احسن، زائد ان هو اتخن من الالنر فيبقى احساسه احسن بكتير من الالنر خلاص. فعشان كده ما جابش سيرة الالنر، قال لك احنا هنحس في الريديال مش هنحس في الالنر. بعد كده الفيمورال، والفيمورال ده على فكره لازم تعرف الاناتومي بتاعه عشان لما حضرتك بتنزل تتدرب برضه بتاخد اي بي جي العينه الشريانيه، وفي الناس اللي نزلت في الطوارئ والاستقبال فمين هذا الكلام يعني اي بي جي، وبياخد بنفسه هو العينات ده على فكره بدل تمريض، وده حد ممتاز. طب الفيمورال ارتري قال لك في حاجه ده طبعا، بص بقى في حاجة اسمها انجواينال ليجمنت، ده الحوط
ده حاجة اسمها سيمفيسيس بيوبس، افتكر معايا. وفي عظمة هنا بتحسها فوق، انت بتحسها انت على اي مريض تحت ايدك، اسمها انتيرور سوبيرور اليك سباين. الليجامنت الازرق ده هو واصل ما بينه. طيب واصل ما بينه الارتري، معدي في تحت منتصف الليجامنت. يعني انت حضرتك هتيجي على منتصف المسافه ما بين السيمفيس بيوبس وما بين الانتيرو سوبيريو اليك سباين، تحت الليجامنت تحس تلاقي الارتري. وطبعا بتوع الاسطره القلب يعني لازم يبقوا فاهمين الاناتومي ده كويس جدا، عشان بيشتغلوا بيه كويس جدا في القسطره، عشان يدخل من القسطره، عشان يعني قسطره القلب لو تسمع عنها. في حاجه بقى اسمها بوبليتيل، الحاجات دي بيحبوها يعني، مش من اول بوبليتيل، من بعد كده البوبليتيل. البوبليتيل ده يا جماعه عارف انت الفراغ، انت لما رجلك لما بتقف برجلك في فراغ ورا رجليك، اسمه بوبليتيل فصه، اللي هي الحته دي، الدايره دي، الدايره دي اللي انا حاطط عليها بالماوس. يبقى انت ده الرجل بس من ورا، من البوستيريور سيرفيس، في الحته الفراغ اللي في النص ده من ورا. انت حتى تحس ايدك وراك كده هتحس في شريان، الشريان ده اسمه ايه؟ بوبليتيال ارتري. طيب بعد كده نوصل للرجل، ومهمه بقى جدا بيحبوها في العملي وفي الاوسكي، موضوع الرجل جدا جدا جدا. طيب ايه بقى اللي بيحبوه؟ اول حاجه البوستيريور تيبيال ارتري، بتحسه فين؟ شايف ادي رجل المريض، في عظمه هنا انت حسها على ايد، على رجل، بص الصباع الكبير اهو. يبقى ده ايه؟ ده الماليولوس، بنسميها الميديال ماليولوس، خلاص عظمه اللي هي الكوره اللي هنا دي، حسها دلوقتي وراها. حط ايدك وراها بواحد سنتي كده، حط ايدك وراها هتحس دلوقتي في نبض وراها، بس ايه؟ في رجلك من جوه، في جانب رجلك من جوه اللي هي نفس المكان بالظبط ناحيه صباعك، يعني الميديال سايد اهو، هتلاقي في عظمه اسمها الميديال ماليولوس ووراها شريان بينبض، لازم تحسه. طيب وفي شريان اسمها دورزاليس بيدس ارتري او بيدال ارتري، بيدال مش مشهور قوي، احنا بنقوله دايما بالدورزاليس بيدس. ده موجود فين؟ الرسمه دي تقول لك، الرسمه دي هو ماشي على وش الرجل، وش الرجل، تمام، من يعني الدورسم بتاع الرجل، اسمه وش الرجل، وش الرجل اسمه الدورسم، رش يعني رجلك من فوق اهو، زي ما هو بيحسه هنا من فوق على رجله. موجود فين؟ ماشي على الفراغ ما بين الصباع، ما بين العظمه اللي رايحه للصباع الكبير والعظمه اللي رايحه للصباع اللي جنبيه. ازاي؟ تعالى ادي العظمه اللي هنا، الفراغ اللي ما بين الصباع، العظمه ديت، العظمه اللي رايح للصباع الكبير ده اسمه ميتا ترسل بون. يعني هتلاقي هنا 5 ميتا ترسل بون، بتعدهم ازاي؟ بتعدهم بداية من الصباع الكبير، ادي 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5، هنا برضو بتعد الميتا ترسل، ادي 1 2 3 4 5. انت بقى بتحطه فين؟ في السبيس، حط ايدك في السبيس ما بين الفيرست والسكند ميتا ترسل، او هنا الفيرست ميتا ترسل وهنا السكند ميتا ترسل، فالشريان ده بتحسه جدا. طب ايه ميزه البوستيرور تيبيال والدورزاليس بيدس؟ بيحبوهم جدا الدكاتره، لان الدكاتره بيطبقوهم عملي حرفيا. لو عيان ضغط واطي، اول حاجه يختفي في العيان الضغط الواطي الدورزاليس بيدس والبوستيرور تيبيال. فانت لو لقيت العيان انت بتقيس بضغط العيان في الاستقبال، فانت مش عارف ضغط واطي ولا مش واطي، يا عم زميلك ايسو 80 50 والتاني 90 60، انت تنزل تحت على العيان تحس البوستيرور تيبيال والدورزاليس بيديس. وانت في لجنه الاوسكي لو ما عملتش ده، انك حسيت الدورزاليس بيديس والبوستيرور تيبيال اوتوماتيك، يعني العيان الدكتور قال لك ادخل حس لي علق لي على البلص، فانت حطيت ايدك على الايبكس وحطيت ايدك على البريفرال وعملت البلص ديفيسيت، وده بقى هنجمعهم وعديت الهارت ريت وقلت لي ايكوال على الناحيتين في ايده ورجليه، صح، ونسيت
تحس البلص في رجل العيان الدكتور يسقطك حرفيا، برغم ان هو بيقول لك علق لي على البلص، ما قالكش عد لي البلص، بيقول لي علق لي على البلص. يبقى لازم تعد البريفرال اللي تحت، البريفرال خالص اللي تحت اللي هو الدورزاليس بيديس والبوستيرور تيبيال ارتري. بص بقى يا عم، نيجي بقى سؤال لوسكي، يقول لك اسس ذا بلس، انك يقول لك بلس العيان، اسس البلس بتاع العيان. البلس بتاع العيان هتاسس ازاي؟ لما يجي في لجنه اوسكي، طبعا هو بيوقعك لجنه الاوسكي يعني الامتحان العملي الصغير المصغر ده، طبعا هو بيوقعك في شر اعمالك. هو عارف انك هتنسى نقاط، وهو بيشوف حضرتك هتقول النقاط دي او هتعملها على العيان. اول ما تدخل على العيان تعمل ايه؟ اول حاجة تحس البلس على الايبكس، ثم تحس البلس على البريفرال، وتعد هنا وتعد هنا، وتجيب حاجة اسمها الفرق ما بينهم اللي هو البلس ديفيسيت، ثم تعلق على يعني واحدة واحدة بالترتيب. اول حاجة تعلق على البلس ريت، البلس ريت اللي هو العدد بتاع الهارت ريت، العدد بتاع البلس، العدد يعني اللي هو نورمال من 60 ل 100 في الادلت، ومن 100 ل 160 في الاطفال، صح؟ طب خلينا في الادلت، انت راجل العين ادلت، اكتر من 100 يبقى اسمها تاكي كارديا، واقل من 100 يبقى اسمها برادي كارديا. بعد كده تعلق ان البلس اللي انت حاسه ده ريجولار ولا الريجولار، يعني منتظم او غير منتظم، ثم تعلق على البلس فوليوم، يعني الفوليوم يعني حجم النبض اللي انت حاسه بايديك في ايد العيان مثلا. هل النبض ده طبيعي ولا باوندينج؟ باوندينج يعني بيضرب في ايدك جامد، ما هو لو بيضرب في ايدك جامد ممكن يبقى ضغط عالي مثلا بتاع المريض، او عنده حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركوليشن، يعني الدوره الدمويه بتتحرك بسرعه اسرع من البني ادم الطبيعي اللي لها اسباب، فتعلق. ده نورمال بيخبط في ايدي متوسط، ده بيخبط في ايدي جامد البلس، يبقى ده اسمه باوندينج، ولا ضعيف يا دوب انت حاسه فده اسمه ويك بلس. ثم تبص على العيان على البلس ديفيسيت، واحنا شفنا فيديو على البلس ديفيسيت، انك هتعد الفرق ما بين الابيكال بلس والفرق ما بين البريفرال بلس، والطبيعي ان الـ يبقى الفرق ما بينهم اقل من 10، على عكس الكتاب مكاتب زيرو وهي اقل من 10 الطبيعي. وبعد كده وانت بتحس بايديك برضو في الـ بتحس ايديك على الارتري، على ريدال ارتري مثلا بتاع العيان، بتحس هل هو الاستيك، يعني في الاستيسيتي يعني مرونه، الشريان في مرونه، ولا هو جامد كده عامل زي الكورد يعني عامل زي الحبل تحت ايدك تخين كده وما فيش مرونه. فلو هو زي الكورد او زي الحبل كده تخين، فمش مرن غير مرن، فده ممكن يبقى العين ده عنده تصلب شرايين كتير وعنده مشاكل، وده يعكس ان هو عنده اثيروسكلروزيس في كل الجسم. ويتعلق ما بين الايكواليتي، انت حضرتك حسيت البلص على ايده الشمال، على الريد الارت مثلا بتاع ايده الشمال، تروح حاطط في نفس التوقيت ايدك على البلص في ايده اليمين، يعني البلص ايكواليتي، تمسك ايديه الاتنين في نفس التوقيت بالظبط، وتشوف حجم البلص فوليوم في ايده الشمال زي الايد اليمين ولا لا. ليه؟ لان احيانا بيبقى ايد، ودي مرض وحش جدا جدا اسمه اورتيك ديسكشن، يخلي ان في ايد انت حاسس النبض فيها كويس او عالي بيضرب جامد تحت ايدك، والايد التانية حاسه ضعيف، يبقى في فرق. وايد العيان التانية يعني انت حاسس على ايد العيان المريض الايد اليمين مثلا النبض فيها عالي، والنبض على نفس العيان على ايده الشمال في نفس التوقيت واطي. طب ايه اللي يعمل حاجه زي كده؟ حاجه اسمها اورتيك ديسكشن، ودي حاله خطيره بسبب الوفاه في اغلب الاحيان، فلازم يدخل قلب مفتوح ويغير حاجه في الشريان الاورتي ضروري وانقاذ حياه. طيب معناها ايه الاورتيك ديسكشن؟ الرسمه دي بتقول هو يعني تمزق في الجدار الداخلي بتاع الشريان. بص يا عم، ادي الشريان الاورطه،
ادي الاسندنج اورطه، الارش بتاع الاورطه والديسندنج اورطه، ده التراك الطبيعي الداخلي بتاع الاورطه اهو، الداخلي اهو 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 اللي انا ماشي فيه. بس جه طبعا الوول ده كان لازق في الوول ده، الحته دي ما كانتش موجوده، وحصل ايه؟ ان حصل مزق في الجدار الداخلي او تمزق في الجدار الداخلي بتاع الانتما بتاعه الارتري، فحصل ان تمزق داخلي جوه الشريان، فعمل فيه فولس تراك، فولس يعني ممر خادع، الممر ده كده كده ويدخل فيه الدم، يفضل يمزق الشريان، يمزق الشريان، فيصبح ان الترو مش ماشي فيه دم قوي، والدم مشي في الفولس الجديد اللي هو داخل الشريان، الم شديد جدا، ويخلي مفيش تساوي ما بين الضغط او النبض ما بين اليمين والشمال بتاع العيان، والعيان بيموت في الاخر في اغلب الاحيان. وطبعا ما تنساش وانت بتعلق على البلس، تعلق على البريفرال بلس اللي هو تحس الدورزاليس بيدس وتحس البوستيريور تيبيال اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. يبقى تدخل على العيان اقول لك اعمل لي بلس، حس لي البلس بتاع العيان، تدخل على العيان تحس اول حاجه الايبكس، وتحس الريديال وليكن الريديال الشمال، وتحسب الفرق ما بينهم، يبقى ده البلس ديفيسيت اللي هو الطبيعي اقل من 10، وتفضل تعد النبض وتقول عدد النبض اللي انت حسيته مع البلس ديفيسيت، ثم انك انت بتحس طبيعة الشريان تحت ايدك، هل هو الاستيك ولا ريجيد، والطبيعي ان هو يبقى الاستيك مطاطي او مرن، و اتعلق لي الهارت ريت منتظم او غير منتظم، والفوليوم اللي تحت ايدك اللي انت حاسه نورمال ولا باوندينج ولا ويك، وفي نفس التوقيت تروح ماسك ايد الناحيه التانية حاطط انت يبقى انت بالايدين، انت بالايدين بتفحص ايدين العيان، ماسك حاطط ايدك على الايد العين اليمين وحاطط ايدك على ايد العين الشمال في نفس التوقيت، وبتشوف هل هما الاتنين متساويين، بيضربوا ايدك بنفس التساوي البلس في ايدين العيان عشان تبحث عن الايكواليتي. تخلص ده تروح نازل على رجل العيان تقول له وريني البوستيريور تيبيال والدورسالس بيز تحسهم، وتعلق على كل كلمه ديت عشان تدي تعليق يديك الدرجه النهائيه في الاوسكي في موضوع البلس. هنبقى نشرح ان شاء الله الموضوع دي ان شاء الله بالتفصيل. وبعد كده بيقول لك ان اللي انت هتسمع بتسمع الساوندز بتاع لما بتسمع بالسماعه اسمه اوسكالتيشن، سماع السماعه بتاع الهارت اسمه اوسكالتيشن. لما حضرتك بتسمع بالسماعه ففي تو ساوندز اللي هو بنسميه لابطب لابطب، لما تسمع بالسماعه تسمع كده لابطب لابطب لاب، ده اللي هو الفيرست هارت ساوند او الصوت الاولاني للقلب، وضب دي يعني السكند هارت ساوند. ويجي يقول لك ان الفيرست هاند ساوند زي ما انت شايف ادي الهارت في 4 صمامات، في صمامين اسمهم اتريو فينتريكولار فالفس، عشان لما تسمعهم الاتريو فينتريكولار من اسمهم هو الصمامات اللي ما بين الاتريوم والفينتريكل، وانت عندك 2 اتريوم و2 فينتريكل، فانت عندك صمامين بيفصلوا ما بين الاتريوم والفينتريكل. الصمام اللي ناحيه الشمال اسمه الميترالي، والشمام اهو ده الميترالي الميترال فالف، والصمام الناحية اليمين اسمه الترايكاسبيد فالف. يبقى التو اتريال فالفز اللي هو معناها الصمامات اللي ما بين الاتريوم والفنتريكل، اللي هو على الناحية الشمال اسمه ميترال وعلى الناحية اليمين اسمه ترايكاسبيد، الاتنين دول لما بيغلقوا اثناء الغلق بتاعهم بيخبطوا في بعض، الشرفات بتخبط في بعض فتعمل لب اللي هو الفيرست هارت ساوند. فهو ده معنى ال S1 is caused by closure of mitral and tricuspid valves separating the atria والventricular اللي هو اسمهم ال الفالفات دول mitral و tricuspid atrio ventricular valves، عشان لما تسمع اللفظ ده. وبعد كده S2 اللي هو الضب السكند هارت ساوند بالصمامين الباقيين اللي هم على الشرايين وعلى الشريان والارض اللي هم على الاورتيك والبالمونري، هم دول الصمامين الباقيين، دول لما بيقفلوا الاورتيك والبالمونري فالف، ادي ادي ده البالمونري فالف اللي على الناحيه اليمين، وادي اللي على الشمال الاورتيك فالف، لما بيقفلوا بيعمل له سكند هارت ساوند اللي هو الضب. فده برضو عشان لو اتسالت فيها في الام سي كيو. بالتوفيق ان شاء الله المره الجايه هنتكلم في البلاد بريشر. بالتوفيق يا جماعه.
شكرا لكم.